من بين 500 نبع ماء حار في يلوستون، يعد النبع الفوار أولد فيثفول أحد أبرز أيقونات المنتزه، واسمه يدل على الشيء الذي وجد منذ القدم ولا يزال على نفس عهده لم يتغير، فهو يثور بتكرار كل فترة زمنية تتراوح من ساعة إلى ساعتين إلا نيف، حيث تم إحصاء أكثر من مليون ثورة منذ عام 1872. كنا قد وصلنا إليه بعد لحظات من انتهاء ثورانه، فكان يجب علينا الانتظار طويلا لمشاهدة الثوران القادم، فقررنا زيارة معالم أخرى والرجوع إليه، لكن للأسف لم نستطع، فاستعنت بهذا الفيديو من اليوتيوب لتبين حالة الفوران. يبلغ ارتفاع الماء المقذوف في الهواء إلى أكثر من 42 مترا. وهذه الصورة منذ عام 1948 قبل أن يحظر الاقتراب من الفوهة، تعد شاهدا قديم على الثوران. هنا أقف بجوار بحيرة طينية صغيرة في حالة غليان مستمر، يسمونها قدر الطين المغلي.